كل سنه وانتم طيبين. خلاص لينا عيد تنازلي، رمضان داخل، انتوا بتعملوا ايه في رمضان؟ يا ستي لو تتكلم بنعمل ايه في رمضان وبتاع، في النهارده احنا عاوزين نعرف هنقول ايه في رمضان. يعني عاوز اعرف دلوقتي كل واحده، ما حد يجي يقول لها كل سنه وانت طيبه، المفروض تقول له ايه؟ اوعي تقولي لي وانت طيب. امال هقول ايه يا دكتوره سوزان؟ ما لازم اقول له وانت طيب. اه طبعا هتقولي وانت طيب، وبعدين بس هتقولي صاحبتك كل سنه كل سنه وانت طيبه، اقول لها وانت طيبه بس واسكت. ازاي نكلم الناس؟ ازاي نصحي الناس عشان رمضان؟ الناس دول شاملين مين؟ اهل بيتك، اصحابك، اخواتك، ولاد اخواتك، جيرانك، زمايلك. نقول ايه على رمضان؟ نقول ايه على رمضان؟ السؤال هيبقى بعد كده، هي تقول كل طيبه، على يبقى السؤال ها بقى بتعملي ايه في رمضان؟ او بتعمل ايه في رمضان؟ هيقول لك بصوم، وايه؟ وبصلي تراويح وبقرا قران. صح؟ تقولي له بس؟ هيقولك امال ايه تاني؟ هتردي تقولي ايه بقى؟ هتردي تقولي ايه؟ الكلام ده انا عاوزاكي تقوليه للكبير والصغير. قلت لكم زي ما قلنا السنه اللي فاتت، احنا عاوزين شعارنا في رمضان، شعارنا في رمضان يبقى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله رب العالمين. ده شعاري رمضان ده. احنا واحنا بندعي بنقول يا رب خلي رمضان حجه لنا لا حجه علينا. حجه لنا لا حجه علينا ازاي يعني؟ ايه دكتوره سوزان؟ شوفوا العباده اللي بنعملها في رمضان، شوفوا اخلاقنا بتبقى ازاي في رمضان، شوفوا طاقتنا بتبقى ازاي على فعل الخير، وناكل وننزل ونودي ونتصدق ونعمل، شوفوا بنعمل قد ايه في رمضان. دي طاقتنا اللي ربنا هيحاسبنا عليها. فبالتالي شوفوا قراءتنا للقران بتبقى ازاي، شوفوا صيامنا بيبقى ازاي، شوفي اخلاقنا بتتهذب ازاي، شوفي بنحاول نخزن الغزو، بنحاول وبنحاول وبنحاول، كل الحاجات اللي هنقولها دي في رمضان كل ده حجه علينا طول السنه، حجه علينا يوم القيامه لما ربنا هيسالك انت كنتي بتخزني الغيظ ليه؟ ما كنتش بقدر. لا، ما انت كنت في شهر رمضان بت ايه؟ بتخزنيه. انت ما كنتيش بتقري القران ليه؟ ما كنتش فاضيه. طب ما انت كنت في رمضان كنت بتقريه. عرفت ازاي بقى حجه علينا؟ طب احنا مش هنعمل حاجه خالص عشان ما يبقاش حجه علينا. ربنا يدينا الفهم. ما يبقاش حجه علينا. انا كل اللي طالباه منك انك شوفي حياتك، طاقتك، وعلاقتك مع الله شكلها ايه في رمضان؟ هو ده ربنا عامله لنا كل شهر في السنه نموذج يقول لك انت ممكن تبقي كويسه. احنا ممكن نبقى كويسين قوي. ما هو ما انت قادره اهو. مش قدرتي تصومي، مش قدرتي تغطي بصرك، مش قدرتي تمسكي غيظك، مش قدرتي تمسكي لسانك، مش قدرتي تعملي خير، مش قدرتي تساعدي في البيت، مش قدرتي توزعي ازاز ميه ساقعه، مش قدرتي تساعدي ماما في تحضير الفطار. امال ما بيحصلش طول السنه ليه؟ ليه ما بيحصلش طول السنه؟ لا اصل رمضان بقى رمضان كده يعني الشياطين بتصفد. لا مش الشياطين بتصفد، والشياطين على فكره الشياطين ملهاش حكم عليك. الشيطان يعني هو يوسوس لك بس كده، يعني يديكي افكار، انت بقى اللي بتختاري تعملي او ما تعمليش. وحته تصفد الشياطين في رمضان دي لما تيجي تشوفي تقري راي العلماء فيها يقول لك دي فيها اختلاف. في ناس تقول لك تصفد يعني ما بتوسوس خالص للبني ادمين، وفي ناس ثانيه تقول لك لا. طب في بني ادمين بتغلط في رمضان هي وسوسه الشيطان. فقال لك امال، قال لك لا هي بتصفد بتربط يعني بتقيد صحيح، لكن ممكن ايه؟ ممكن توسوس عن بعد، لكن وسوستها وسوسه الشيطان بتبقى ايه؟ قليله قوي. ليه؟ لان دايما انا يمكن خدنا درس زمان ان دايما علاقتك مع الشيطان يعني الشيطان بيأثر فيكي او ما بيأثرش، بيتناسب تناسب عكسي مع علاقتك مع ربنا. كل ما علاقتك بربنا بتبقى اقوى كل ما الشيطان ما يبقاش له ايه؟ تأثير عليك، ما يعرفش يوسوس لك. يعني كل مره بتقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر، ولا بتصلي ولا بتقري قران ولا بعمل خير ولا بمسك لساني ولا بغض بصري، الشيطان ايه حجمه؟ بي ايه؟ بيقل 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 لغايه ما يمشي منك، ايه يمشي يبعد عنك خالص.